طاعتكم ومساكم الله بالخير مشاهدينا جد ولعب. راح نبلش حلقة اليوم بحماس، بس وين عربانتي؟ إيه كاهي، ناخذ العربانة ونشوف شنو أول سؤال ومنو أول مشاركين. أنت على هاللبس وين حصانك؟ العموم لاعب دور ذيب. تحتر من نفسك قاعدك، لا طيح تكفى، احتاجكم اليوم لا تطيحون. لا تبي ري اللخد. ما يصير. امك تدري وساكته ما صلخت جلدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عادي تشارك معي؟ تفضلي. زادكم شارك. اسرع حشره في العالم. نمله. لا بعد محاوله. الصراحه شغف. محاوله. قبل اروح. اسرع. لا ما في. شكرا. يعطيك العافيه. اسهل اسئله عندي. في هدايا، بوزع هدايا اليوم. نشتغل عند اهاليك واحنا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك عليك شهر. علينا وعليك قولي. علينا وعليك. عافية. اني ابيض وقبيلي انتي منطة. شنو اسرع حشرة في العالم؟ خفاش. خفاش حشرة؟ لا قوارض. شخبارك ابو زين؟ اسرع حشرة في العالم. بعد محاولة؟ انتي تعرفين؟ يلا سبوت. ها؟ ذبانة. هي ذبانة سريعة بس لا مو ذبانة. اسمك سبيكة؟ عاشت لسامي. يلا بعد محاولة. فيه؟ ما فيه؟ يلا كل عام وانت بخير وصحة سالم. يعطيك العافية. ولي وحمالدين. السلام عليكم. عليكم السلام. عادي تشاركين معاي؟ ايه ليش لا؟ حبيبتي. هاي حلوين. انزين شنو اسرع حشرة في العالم؟ اسرع حشرة؟ يلا انت ايه مفيش جغرافيا ولا ايه؟ صرصور. صرصور سريع؟ فاره. حشره شلون؟ مساع خفاش الحين فاره. شلون؟ مو حشره الفاره. قوارض الفاره. حشره. بربشه؟ لا. ما تقول له زي الكلام هذا يا ابويا. السلام عليكم. السلام عليكم. عادي تشاركي معاي؟ حياك الله. بارك عليك شهر. تبارك ان شاء الله. شنو اسرع حشره في العالم؟ الله المستعان. نحله يمكن؟ لا. هذه اسلوب العرب. بعوضه؟ ها؟ بعوضه؟ لا غلط. شكرا حبيبتي يعطيك العافيه. واحده ابكي. السلام عليكم. السلام. عساك على القوه. بارك عليك الشهر. عادي تشارك وياي؟ عادي مو عادي مو مشكله. شنو اسرع حشره في العالم؟ اسرع حشره سريعه. تعالي بكره الصبح. واحنا نرتب. خد شماغه. اتوقع الياسوب. ايوه مرة ثانية. شنو أسرع حشرة في العالم؟ اليعسوب. الحشرة الطائرة. اليعسوب. الحشرة الطائرة. أيوة. اللي هي تشبه الجرادة شوي. أيوة. بس ريولها على أطول. عافية. عافية. إجابتك صحيحة. أول جائزة من فن الابتكار.
دشدش معانا، الفرع الوحيد بالكويت في البلوكات، بلوك رقم 5، رقم تليفونهم 224-7272. عليك بالعافية، الله يعافيك، بعته والنص خير بقبال. عندنا كذلك ربحت اشتراك لمدة 3 أيام من شركة واحد البدور هيلث دايت، رقمهم 5575-9732. الله يعافيك. أزيان للعطور والبخور قدموا لك هذه الهدية بعد، العفو. وعندنا كذلك جلسة من ديما كلينك، مكانهم جهرة مجمع طيبة، رقم تليفونهم 56-33017 أو 2-4-5-40-90 أو 6-6-5-2-3-0-5-1. وعندنا كذلك من صالون لكريس، الصالون اللي معتني بإطلالتي في البرنامج طول فترة رمضان، مكانهم ببني دلقار، رقم تليفونهم 2-2-5-2-0-8-4-8. كذلك عندنا من كوتوني بوتيك، رقم تليفونهم 941-5-2-5-2. هذه الهدية، العفو. وعندنا بعد من مطعم ومقهى دار سنيار، دعوة خاصة، مكانهم بالحصاني، رقم تليفونهم 50-60-55-47 أو 3-6-2-3-6-9-6. وعندنا كذلك من ميستري لينسز، مقدمين لك هذه العدسات ماد ناشونال كومباني، رقم تليفونهم 9-8-5-4-5-4-5-7. العفو. وعندنا كذلك من هوب بيوتي صالون، مكانهم بالجابرية، رقم تليفونهم 5-5-69-8-5-8 أو 2-5-3-50-1-6-1. عليك بالعافية. بعد عندنا من البتول للبشوت والعبي، بتول فاشن سنتر، رقم تليفونهم 6-6-1-1-0-20-7. وهذه جوائزنا لك، وكل عام وانت بخير. وهذه بعد كذلك من مجوهرات العريس الملكي، مكانهم بالمباركية مجمع بهيته، رقم تليفونهم 9-4-9-4-900 أو 5-5-11-3-11-0. العفو. ومن عود بوتيك كذلك هذه الهدية وهذا العطر، عليك بالعافية، العفو. وكذلك من شركة نظارات العسلي، عندهم 3 أفرع بالفروانية وفرع بالمباركية، رقم المباركية 2-2-4-5-8-2-6-9. حياك الله. وعندنا من مسابيح بو عدنان للكشخة عنوان، رقمهم 90-9-6-2-9-6. وكل عام وانت بخير، حياك الله، حياك الله. وكان هذا المشارك اللي صاد اللي يعسوب، انا ما توقعت احد راح يصيده اليوم، بس عليه بالعافيه، يابها صراحه. خلينا نشوف السؤال اللي وراه شنو، ونشوف منو اللي بيشارك فيها. يعني لها من امرأة قشرة ذقيت غير يا جماعة، طلعت العاشرة نار صراحة. يعني وين حكي لي ضيق الخلق استاذة، ترى دخت دوخيني يا لمونة، صدق والله العظيم صدق. لا والله لا ما تحطها، بدلت توني ما تحطها. باي. ليش 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 الناس قاعدة تنحاش؟ مسابقة؟ لا الحمد لله والشكر، الحمد لله. شاركوا مسابقة؟ احقر. الحمد لله والشكر. السلام عليكم. عساك على القوة خالتي. هلا والله، هلا هلا. عادي تشاركي معي؟ اي عادي. عادي. أول شيء مبارك عليك الشهر. علينا وعليك حبيبتي. السؤال يقول منو أول رئيس لبناني؟ يا بنايا. ما أدري، وليد جنبلاط يمكن؟ لا، غلط. جديد هذا. يا عادي تشاركوا معي؟ إيه إن شاء الله. تعال تعال إنت كويت. من وين بالسعودية؟ خبر. خبر؟ إيه؟ قريبين. إيه؟ حسبت عصا على قولتهم. نورينا. السؤال يقول منو أول رئيس لبناني؟ الله. لا عاد السعوديين يحبون لبنان ويحبون. ما يصير ما يصير. الحريري؟ لا لا طبعا. محاولة بعد. هذا اللي بيجيب الطرايد والغنايم. هاد لك. حياكم يا مرحبا، حياكم حياكم، يا عليكم الماح ان شاء الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. عادي تشاركي معي ان شاء الله؟ ان شاء الله. وش انت من وين؟ من السعوديه. يا حي الله، اليوم ما شاء الله المكان ملغوم من السعوديه. من وين؟ من السعوديه. من جده. من جده. والنعم بهالجده. الله ينعم بحالك حبيبتي. ايه عيبه كبيره. من هو اول رئيس لبناني؟ اول رئيس لبناني
هو اسمه صراحة مو مرة مر على بالي، بس انه يمكن يكون تشارلي. ايه قوليها تشارلي دبوس دباس دباس. اوكي تشارلي او تشارل دباس. اوكي يعني المعلومة ما شاء الله ترى صح. على البركة. الله يبارك. على البركة. فزتي معانا من فن الابتكار دشدش معانا. الفرع الوحيد بالكويت موجود في البلوكات بلوك 5، رقم تليفونهم 2247-22-72. هذه أول جائزة حبيبتي. وعندنا هدية مقدمة من صيدليات يونايتد 50-701-37، أفروعهم جمعية شبيلية، جمعية غرناطة والفروانية. وعندنا كذلك من أزيان للعطور والبخور مقدمين لك هذه الهدية. وعندنا كذلك من تورينو سويتس بقيمة كوبون مجاني بقيمة معينة، عليك بالعافية حبيبتي. وعندنا كذلك من جوري سبا لتجميل السيدات، هذا الكوبون موجودين في حول لي، رقم تليفونهم 225-79-84 أو 226-25-52، عليك بالعافية. ومن ميستري لينسز هذه العدسات مع الناشونال كومباني، رقم تليفونهم 985-45-5-4-5-7. وكذلك عندنا من لكريس صالون اللي معتني باطلالتي طول رمضان، رقم تليفونهم 225-0-8-4-8، مكانهم في بنيد القار. وكذلك عندنا من بيك شيفس الكافيه دعوة للعشاء، مجمع الأفنيوس المرحلة الرابعة أو مجمع سي فيو بحليفة، رقم تليفونهم 4-6-2-4-5-6. وعندنا كذلك من ابتسامة كلينك لطب الأسنان يقدمون لك هذا الكوبون المجاني حصري في فرع السالمية، رقمهم 3274-4. تفضلي. وعندنا كذلك من مركز الروضان كلينك يهديكم هذه الخدمات والجلسات، لازم تتصلين وتحجزين موعدك عندهم في ميدان حوالي خلف حديقة الشعب، رقم تلفونهم 2-2-2-8-3-9 أو 6-2-3-8-9-2-6-8. وعندنا من ميلر بيرفيومز هذه الهدية، رقم تلفونهم 6-9-9-9-9-5-9-7-6، عليك بالعافية. من بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي يقدمون لك هذه الهدية، رقمهم 6611-1-0-2-0-7. الله يعطيك العافية وعليك بألف عافية. كل عام وانتم بخير حبيبتي. حياك الله. كان هذا السؤال وينك يا يعقوب؟ كان هذا السؤال الثاني، ما شاء الله يا بنت صح. خلينا نشوف السؤال اللي وراه شنو ومنو راح يفوز معنا. اللي بيقول عليه السر كده شكلي راح افلس من الهدايا، ما راح يصفى لي شيء بايظ بعدين. ترى الثانية تسوقين ما تنزل تعب عالي هالرفعة كنا جلسي كده وحدك. شنو يعني خميس؟ خميس الله عليك الله عليك يا حبيبي، ما تضيعش وقت يا اخوي. انا لاحظت ان اليوم في وايد جايين من المملكه العربيه السعوديه في المجمع في سوق السالميه، فراح ناخذ طابع سعودي حق السؤال جاي. اخترنا سؤال سهل اللي هو وين موجوده اكبر خزانات بترول في العالم؟ الاجابه هي المملكه العربيه السعوديه. انا لو ماجرك بالترفيهيه ومستفيد منك مو احسن؟ بارك عليك شهر. علينا وعليك حبيبتي. حبيبتي من وين؟ من السعودية. من الرياض يا هلا بموسم من الرياض كله جايتنا هني الكويت منورتنا حبيبتي. إن شاء الله السؤال يكون عليك سهل، لأن الإجابة المفروض تكون سهلة عليك. وين موجودة أكبر خزانات بترول في العالم؟ ما يبي لها المملكة طبعا. ما شاء الله بعد ما أسمع وين موجودة المملكة. صح 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 جابتك صح. فالابتكار يقدمون لك
هذه الجائزة للأقمشة الرجالية، الفرع الوحيد الموجود بالكويت في البلوكات وبلوك 5. رقم تلفونهم 224-72272. هذه أول جائزة. تفضلي حبيبتي، سلمك. وعندنا كذلك من بيوسفير سبا مقدمين لك هذا الكوبون، رقم تليفونهم 99695055 أو 24961122. أزيان للبخور والعطور مقدمين لك هذه الهدية كذلك. عندنا هذا صالون ذا هوب بيوتي صالون مقدمين لك هذا الكوبون كذلك، رقم تليفونهم 55960858 أو 25350161. ايش بالعافية. HM أروما للعطور مقدمين لك كذلك هذه الهدية، ايش بالعافية. عندنا هذا الكوبون أو دعوة لعشاء في مطعم H ستيك هاوس موجود في فندق الموفنبيك البدع، رقم تليفونهم 552-35-24. ايش بالعافية. شركة نظارات العسلي مقدمين لك هذه الهدية، عندهم 3 فروع بالفروانية وفرع بالمباركية، رقم تليفون المباركية 224-582-629. حبيبتي حياك. وعندنا أسرة ابتسامة كلينك لطب الأسنان يسرهم يقدمون لك هذا الكوبون، حصري في فرع صباح السالم، رقم تليفونهم 220944. عيش بالعافية. وعندنا كذلك من ميستري لنسز هذه العدسات ماد ناشونال كومباني، رقم تليفونهم 98545457. عندنا كذلك من هدية مقدمة من صيدليات يونايتد، رقم تلفونهم 50701137، أفرعهم جمعية إشبيلية، جمعية غرناطة والفروانية. وكذلك هذه السبحة مسابيح بوعدنان للكشخة عنوان، رقم تلفونهم 90962906. عج بالعافية. عندنا من كذلك بتول فاشن سنتر للعبي والبشوت هذه الهدية، رقم تلفونهم 66110207. وعليك بألف عافية حبيبتي، حياكم الله، حياك حياك حبيبتي. كان هذا آخر سؤال لحلقة اليوم، إن شاء الله كانت سريعة ولطيفة وخفيفة، إن شاء الله الحلقات الجاية تكون الأسئلة منوعة أكثر. سلام. قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي، جاهزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك قد التحدي جاوب واربح وطوف وعدي. فايز ولا خسران معانا تبقى ربحان، ومطلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان، تدري اكيد تدري تلعب معاك بشار الخضري، يخرجها لنا المخرج يعقوب انا جد ولعب وبس والله.